السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتحدث عن موضوع هو يشغل البال الكثيرين حاليا، حول ما يسمى بالإصلاح الديني أو الإصلاح السياسي ما يتعلق بالدول العربية عموما. هذه القضية عمرها حوالي قرنين حتى الآن، وبدأت منذ أيام الطهطاوي، وبعد ذلك استمرت مع محمد عبده وغيرهم، وتواصلت حتى لحظتنا هذه، والكل يتحدث عن هذا الإصلاح ولم يحدث أي شيء، والواضح بأن المسألة عصية جدا وليست بالسهولة التي يتوقعها الجميع، وبالتالي إحنا في من حال سيء إلى أسوأ طوال هذه الفترة كما لا يخفى على الجميع. اللي أقوله بأنه إحنا نحتاج أن نفكر بعمق في هذه المسألة، ونتوقف عن التعصب، وأن نكون أكثر شجاعة وقدرة على مواجهة المصاعب، حتى لو كانت على حساب كثير من القضايا اللي نعتبرها حساسة على المستوى الشخصي أو على المستوى العام. هذا الشيء أنا اللي أقوله. القضية بما بها، يعني بن سلمان قدم رؤية جديدة في التصريحات الأخيرة الثلاثة أيام الماضية، قدم رؤية قال بأنه معظم الأحاديث النبوية هي آحاد، وهذه لا يجري الاعتماد عليها، وعلينا الاعتماد على المتواتر، القرآن المتواتر، وأنه هذا هو الأساس الصحيح. أنا عندي رأي بهذه المسألة، بأنه هو الإصلاح الديني هل هو ممكن؟ هل هو الإصلاح، هل أن الإصلاح السياسي ممكن؟ لماذا نربط بين الإصلاح الديني والإصلاح السياسي؟ هنا القضية الكبيرة، يجب أن نفكر بهذه المسألة. لماذا نربط بين الاثنين؟ هذا الربط هو الأصل المشكلة، وليست يعني هو المشكلة هو هذا الربط. فإحنا عندما نعالج المشكلة بإعادة ربطها وإعادة النظر فيها، فإحنا ما سوينا شيء. على كل، راح أوضح بالتفاصيل كيف ممكن أن تكون هذه، يعني كيف أدعم وجهة نظري هذه. أنا أقول بأن الإصلاح الديني صعب جدا فعلا، ونرجع للأصل أنه الدين متماسك. وعندما نتساءل لماذا على الدين أو رجال الدين أو السلطة الدينية، مجتمعاتنا المؤسسات الدينية، أن تجري إصلاحا، هل علينا أن نسأل قبل هذا، قبل كل شيء، لماذا تجري هذه المؤسسات إصلاحا؟ هل تعاني من مشاكل؟ أنا أشوف بالعكس أنها لا تعاني من أي مشاكل، بالعكس الآن هي في أفضل حالات الازدهار، والآن هي في حالة ممتازة، مهيمنة على كل شيء، مهيمنة على الإعلام، مهيمنة على المال، على السلطة، على الثروة، على المال، على الشارع، مهيمنة على التربية، على التعليم، على حتى على ملابس النساء، على ملابس الأولاد، على في جميع المجالات هم مهيمنين ومسيطرين. فلماذا يجرون إصلاحا؟ هذا إحنا يبدو هو نوع من الشعار، يعني أنا أعتبره يعني نوع من تبجيل هذا الدور الديني، واعتبار أن هذا كلش يعني نط الصورة بأن هؤلاء الناس الذين يعتبرون نفسهم أولياء أمور على شعوب يعني تحتاج وصاية من هذه السلطات الدينية أو السلطات الحكومية، وأن هذه هي في إحنا في رعايتها، وهي تفكر دائما بإجراء الإصلاحات باستمرار. لكن هل أنها أجرت إصلاح فعلا منذ اللحظة التي تحدثوا فيها عن هذا الإصلاح؟ الجواب أنهم أجروا في إصلاح حقيقي، لكن إصلاح بالمعنى الذي هم يفهمونه. ما يفهمونه من إصلاح هو الإجراء من جعل المجتمع متدينا، هذا هو الإصلاح بالنسبة لرجل الدين وبالنسبة للدين عموما. أنا لا أتحدث الآن ضد الدين أو معه، لا، أنا أصف ما يحدث،
ما يحدث بأن الإصلاح بالنسبة للدين أو لرجال الدين أو المتمسكين بالدين أو يعتبرون هذا الدين هو مرجعيتهم الأولى والأخيرة، هؤلاء يعتبرون أن الدين دائما في حالة سيئة. هذا الافتراض الديني. هو الدين بأكمله يقول لك أنا موجود حتى أصلح العالم وأصلح الفساد وأعالج المشاكل. هو فكرة الدين أصلا هي فكرة إصلاحية، يعني أنه هنالك أخطاء، هنالك مشاكل في العالم وفي الطبيعة، هذه الأخطاء إحنا جينا حتى نعالجها، لكن بأمر إلهي وبأمر مقدس نحتفظ به ونحاول أن نعالجه بالطريقة الإلهية أو بالطريقة الغيبية التي ولقنا عليها وأرسلت إلينا خصيصا من عليين أو من مكان ما، يعني غيبي شيء ما مقدس. هذا المقدس هو يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نصونه. والمشكلة دائما هنالك أن الناس لا يطيعوننا ولا يطبقون تعليماتنا، وأن المقدس هذا كامل ومتكامل وآخر حلاوة، لكن الناس هم مشكلتهم طماعين كذابين فاسدين وقلة الخير فيما بينهم وقلة طاعتهم وأباداتهم، المشكلة بهم وليس بمشكلة وليس في المقدس الذي نحن نبجله ونحترمه. هذه الصورة العامة. أنا حتى أوضح الموضوع خلينا من هذه الصورة العامة راح أضرب مثال. عندما يطلع شخص مثل بن سلمان، قبل طلعوا عشرات وحاولوا يجرون عمليات إصلاح، لكن اللي أجراء بن سلمان، خل نفترض أني حتى أطبق الموضوع بطريقة بالشكل اللي يعني المناسب، أقول مثلا خلني أني صارت حادثة يعني شخصيا من يعني أهلا يعني من عائلتنا، يعني كان أقارب وأولاد عام وكذا، صارت عندنا مشاكل من هذا النوع، فحتى نفهم معنى كلمة الإصلاح أنه هنالك مشكلة، هذه المشكلة علينا معالجتها. المشكلة التي ترتبت على هذه المشكلة كيف نعالج هذه القضية؟ احنا صارت عندنا حادثة، نعتبر انه هذا البلد او شخص ابن سلمان مسؤول عن عائلة، هاي العائلة يعني هي صارت عندنا هاي الحالة انه هناك كبير العائلة، وهذا الكبير العائلة ايضا ما يعني هو ايضا يراعي مصالحه ويراعي مصالح الاخرين ويحاول يقرب وجهات النظر وبالتالي يقرر ما يشاء. القضية بالنسبة ان هي هكذا، يعني ابن سلمان يأتي، هو شخص عفونة، هو من الأشياء اللي فعلها يعني فعل أشياء كثيرة جدا عليها ملاحظات، منها حرب اليمن، منها قتل خاشقجي، دعونا هاي السياسيين هاي مشاكلهم معروفة وممكن يغامرون ويفعلون ما يعني تعجز الكلمات عن وصف خطورته، وأيضا يعني لا إنسانية هاي الأشياء، لكن هذا هؤلاء هم السياسيين ومجتمعاتنا هذه أفعالهم، وهذا مسألة لا تختلف فيما بينهم، وكلهم بهذه المنطقة يشتغلون يحافظون على سلطتهم على نفوذهم بأي طريقة كانت. اللي يقوله بأنه الشخص هذا بن سلمان عندما يتحدث يقول أنه يجب أن نقوم بكذا وكذا، يجب أن يراعي مصالح، يعني انه هو يقول بانه احنا نريد ان نحذف الاحاديث الاحاد ونعتمد على الاحاديث المتواتره والقران، ومعنى المعاني هو يحاول ان يتنصل من المذهب الوهابي وسلطه المذهب الوهابي، اللي هو اساسا هو كان اكو نوع من التحالف بين سلطه بن سعود ال سعود وسلطه الوهابيه الدينية، هؤلاء لهم الحكم والسلطة والدولة، وهؤلاء لهم الدين والتشريع والقضاء وما إلى ذلك. اللي صار أنه الآن تنصل ابن سلمان، يبدو يحاول يتنصل شيئا فشيئا، ويقول لا توجد شروط من هذا النوع، أنه إحنا نعتمد على يعني نتغاضى عن هذا الأشياء، والأساس هو القرآن والسنة المتواترة. يعني هذا كلام
جميل، يعني لابد واحد يرحب به انه اكو تغيير، لكن هذا المشكلة وين؟ المشكلة انه يدخل من داخل، ما زال هو داخل المؤسسة الدينية. احنا ما نطلب منه مثلا يقدم فد شيء خطير ويقلب يعني يصير اتاتوركي او يقلب او يلغي الدين بالمجتمع. هاي قضية يعني ممكن نقول بانه ليست سهلة وتلاقي مشاكل كثيرة. لكن هل ان ما يقوله الان هو لن يؤدي الى مشاكل كبيره؟ هل هو جدير او قادر على مواجهه المشاكل التي ستحدث؟ ضربت مثال عائله اللي صارت عندنا، انه كان عندنا كبير العائله من الاقارب والاولاد العام والاخوان والاعمام يعني هاي كان اكو مراكز قوه كثيره. فبالنتيجه احنا ما وصل يعني كبير العيله ما وصل الى نتيجه، يعني هو عندما قرر شيء طلعت اعترضوا الكثيرين، لأنه كثيرين ضربت مصالحهم. لا يمكن أنه أنت لازم تسوي معادلة، يعني تسوي توازنات، توازن قوة بين الجميع. بناء على هذا أنا قلت قبل شوية، قلت بأنه الدين في أفضل حالات الآن، يعني السلطات الدينية والهيمنة الدينية على المجتمع في أفضل حالاتها. يعني الآن لم يسبق من 100 سنة مضت أن تكون هنالك سطوة من هذا النوع لرجال الدين على المجتمع، ويكاد أن المجتمع بأكمله مختطف من قبلهم، وهؤلاء لا يبدو بأنهم سيتنازلون بسهولة عن مكاسبهم وعن سلطاتهم وعن نفوذهم وعن مصالحهم. لهذا أنا أشوف بن سلمان عندما يتحدث بهذه الطريقة فهو يعني يتعرض إلى ضغوط دولية ربما، أو هو أدى ضغوط، أدى مشاكل اقتصادية، أدى مشاكل ربما قضائية. يبدو أنه الكثيرين يبتزون بقضية خاشقجي خاصة من بايدن وجماعته. أنا أشوف بأنه هذه المسألة كلها يعني أنا ما متفائل، يعني أنا متفائل بالطريقة اللي يتحدث بها ويقولون بأنه التغيير يأتي من الأعلى دائما، لكن لا يبدو بأن بن سلمان شخص لديه القوة الكافية للسيطرة على يعني نقاط القوة داخل المجتمع السعودي. داخل المجتمع السعودي هناك مؤسسات دينية راسخة وقديمة جدا، وهؤلاء ليسوا بالصيد السهل وليسوا من يعني لا أعتقد أن الأمر سيمر بطريقة سهلة، وخاصة إذا لاحظنا بأنه معظم العمليات اللي خاضها مثل ما سابق ما كانت عمليات ناجحة، منها حرب اليمن وغيرها، يعني أمثلة كثيرة. حتى الصراع مع إيران ما كان يقول دائما أنه سأنقل المعركة إلى طهران، والحقيقة لا، ما صار هذا الشيء، صار بالعكس ربما الآن. يعني على كل هذا مو موضوع، أنا ما أدخل بالتفاصيل السياسية، مو شغلتي هاي ولا أفهم بها. اللي أقوله مثلا أنه أتساءل هل أن يعني أرجع الموضوع الإصلاح، أنه يجب الإصلاح، يعني هو المشكلة أنه ما زلنا مقتنعين بوجود شيء اسمه إصلاح، إصلاح ديني أو على جميع المستويات. إحنا هاي الكلمة هي أصلا هي مشكلة. هسه راح أوضح أكثر. أقول أتساءل لماذا التغيير هذا القرص اللي عمره 200 سنة أو قرنين لحد الآن فاشل؟ السبب لأنه احنا ما لحد هاي اللحظة ما ميزنا بين ما هو ديني وما هو سياسي، بين ما هو ثقافي بين ما هو اجتماعي. الدين ما زال هو مهم على كل شيء. المفروض ان احنا نغير يعني هذا، إذا ما سوينا هذا الفصل بين الأشياء، بين المفاهيم، بين التوجهات، ما راح ننجح. لأن الديني مهيمن على كل شيء، هو متسيد ولا يوجد أحد يقف بوجهه، لا يعني ما شو أسوي له. فهو مهيمن على الثقافي، مهيمن على السياسي، مهيمن على القضائي، مهيمن على الاجتماعي، فهو موجود في كل مكان. هذا هو الخطأ، يجب الفرز بيناتهم. يعني مو قضية فصل الدين عن الدولة، لا، قضية أنه الدين هو نشاط أو توجه من بين توجهات أخرى. هذا احنا المفروض نسويه الان، مو قضية اصلاح. خلي الدين اذا يريد يصلح نفسه خليه يصلح نفسه، يصلح نفسه بحاله، يعني يأذن نفسه
أن يقول أنا رجل الدين، يقول أنا دوري مع محدد قضايا الإيمان الشخصي للناس، وأتابع قضايا الزواج وما إلى ذلك والحوادث الشخصية، وما أتدخل بقضايا بعيدة عن الدين، لأن تشوه الدين أولا، وتشوه المجتمع، وتشوه كل شيء، وتشوه يعني، فأخذ مساحتي الكافية وأنهي المشكلة. الدين من هنا كان سابقا وقديما يحل المشاكل، الآن هو سبب المشاكل، يعني هو أيضا المغذي الأكبر للعنف والتخلف والخراب والفساد، وهذا هو الكل يؤدي بنا، لأنه أنه ندعو إلى فصل الدين عن، ليس عن الدولة، يعني الدولة بمعنى القديم، بل عن قضايا المجتمع الأساسية، قضايا الاقتصادية، قضايا العمل، قضايا الحريات، التعبير، التفكير، التربية، التعليم، هاي كلها لازم يطلع منها الدين، لأن ما نحتاجه. يعني دي شنو أنا يعني مثلا أنت عندنا مشكلة اجتماعية، هذا عندنا مجتمع عندنا مشاكل اجتماعية، من يعالج؟ يعالج رجل الدين؟ لا، يعالج رجل الاجتماع. أكو علم الآن، من مثل ما أكو جسد الإنسان يعالج الطبيب، كان سابقا أيضا رجل الدين يعالج، وبعض معظم رجال الدين كانوا يتحدثون عن الطب النبوي وما إلى ذلك والقضايا السحرية والقدرات الخارقة، لكن انتهى الموضوع عندما الآن عالج مشاكل القضاء والحقوق، هاي موجود أكو رجال القضاء والحقوق، وهؤلاء عندهم معاهدات دولية، هذه كلها علم النفس، مثلا واحد عنده مشاكل نفسية يروح يعايره الطبيب النفسي، وهكذا الدولة يجب أن تذهب إلى هؤلاء ويعالجون مشاكل الناس وانتهت القضية. أما أن يدخل يحشر الدين نفسه في كل شيء، فهذا لا 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 تليق بالدين ولا بأهل الدين، ولا هي في صالح أحد ولا صالح المجتمع بأكمله. لهذا السبب إحنا لابد أن نسأل، لماذا حتى على بناء هذا الأساس هذه التمنيات؟ أنا ما أتحدث عن تمنيات، إنما الآن وصفت إنه سبب المشاكل، وأقول إنه من مشاكل كثيرة صارت إنه إحنا جبناء بصراحة. أنا واحد من الناس أيضا من الجبناء، ما زلنا جبناء، ما جاي نواجه الدين بصراحة، وشوي نضغط على أنفسنا، وتعلقنا العاطفي بالدين هذا تعلق مو صحيح، علينا أن نعترف بهذه القضية ونواجه ونضغط على أنفسنا ونكون أكثر شجاعة وقدرة على مواجهة مشاكلنا. طبعا هي يعني صعوبة مواجهة ما اعتادينا عليه والتقاليد والعادات المتوارثة، وهي الدين هو هذا مسؤول عن هذه القضايا، هاي مشكلة بشرية، يعني معظم البشر جبناء ولا يحبذون التغيير ويكرهون التغيير لأنه يتخوفون ويتطيرون من هذه المسألة، وهي مسألة علاقة حتى بالتطور وبها علاقة بالطبيعة البشرية والبيولوجية. من هنا أنا أشوف أنه هناك أسباب كثيرة للفشل سابقا اللي مر على 200 سنة، هو الجمود الفكري اللي أصيب به الإسلام، هو المسؤول بالدرجة الأولى عن صعود حركات العنف، يعني كل احنا جربنا وشفنا مصائب صعود الإسلام وهيمنة الدين على المجتمع، كل احنا نلاحظ كيف تخلفنا، علاقتنا بالعالم متوترة، رؤيتنا للعالم يعني نجهل، ما شخصيات ما عندنا، يعني الآن العربي والمسلم ما عنده شخصية، يتحدثون عن هوية المسلم، ماكو شيء اسمه هوية بالإسلام، أكو مؤمن بس هوية ماكو إنسان، ومؤمن مندرج ضمن قطع ديني أو جماعة دينية، هذا هوية ما هوية، هوية وطنية، هاي كلها كاذيب، هاي لا تصدقون بها، يعني أكو شيء اسمه مؤمن وأكو كافر أو مشرك، أو يعني أكو تصنيفات، وهذا الشيء الموجود لأن الدين هو مسيطر على كل شيء. أنا أقول بأنه يعني البعض يسهل الموضوع يقول لا إغلاق باب الاجتهاد عند أهل السنة مثلا، ويقول مثلا تفشي الاستبداد الحكومة بالدول، هاي تفشي الاستبداد هو ظاهرة سياسية ظاهرة حكومية، لكن هذا ظاهر يعني الدولة أو ما يسمى دولة، إحنا ما عندنا دولة بصراحة، يعني ما زلنا إحنا مرحلة ما قبل الدولة، والدولة الموجودة هي مظهر عام، لكن الموجود عندنا سلطنة،
أن حكومات عائلية ويعني مافيات سيطر على كل شيء، بس ما عندنا دولة حقيقية. دولة حديثة دولة مؤسسات بها بها التوزيع للقوى والسلطات. لا تحصل السلطة بيد فلان أو فلان أو مجموعة أو طبقة حاكمة. حتى ما أطول كلام، التفسيرات هاي السريعة منها باب غلق باب الاجتهاد وتفشي الاستبداد وانتشار المد السلفي يعني هاي كلها أسباب جزئية، منها التحالف الديني والسياسي اللي تسعى للدول العربية وتنظمها والحكومات، هي دائما تحاول تبحث عن شرعية دينية لأنها هي هاي تعوضها عن فقدانها للشرعية الديمقراطية والشرعية الحقوقية والشرعية الشرعية السلطوية، شرعية السلطة يعني والدولة. فالدين يوفر لها الشرعية، وبالتحالف فيما بينهم ممكن الجميع يعني، وأيضا المجتمع يتقبل هاي المسألة لأنه اعتادوا على هاي القضية على هذا النوع من الشرعية. هذا هو سبب الخراب اللي احنا بيه. وشفنا نشوف احنا دائما كل الحكومات العربية رغم فسادها رغم جرائمها يعني يعني او كوارثها وهزائمها ما زالت تستر بالدين وتدعي الدفاع عن الدين. فما ادري يعني هل ان تحالف الدين مع السياسة مع السلطة هذا يشرف الدين؟ انا ما اشوفه يشرف الدين، بالعكس. الان المؤسسات الدينية في هو سبب هذا، المؤسسات الدينية تتملق للسلطات الحاكمة وتتبادل المصالح فيما بينهم فيما بينها وبين السلطات الحاكمة، وهذا هو اللي نتيجة للعرف. الناس وين تتوجه يعني؟ ما تتوجه إلى الحركات المتطرفة مثل داعش مثل الإخوان المسلمين، حتى يعني في الحركات الدينية الشيعية أيضا نفس الحالة، لأنه الناس يائسة فالمن تتجه الى التطرف. الان التطرف بدا يعني صار السيطره عليه بدعم من دول العالم وضغوطات كبيره، يعني بدات تتخلص يعني الناس من دعم الدول وخاصه دعم السعوديه للارهاب وللدول حركات المجاهدين لاسباب كثيره. يعني هذا بدا يعني بدت هاي، يبدو هاي الورقة انتهت يعني من سنة 79 أيام تحالف السادات مع الملك فيصل وبعد خالد أتذكر، وأمريكا في مواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وبعد ذلك في البوسنة، وصارت يعني عمليات تمويل ضخمة لهاي المسألة. الآن هذا المشروع يبدو انتهى، مشروع بريجينسكي يعني يبدو انتهى وخلص يعني استنفذ أغراضه، لكن الآن يبدو ابن سلمان يريد ينشئ شيء جديد، وهذا أعتبر أنه موضوع خطر جدا. وأتمنى يعني لابد أن نتفائل في الأحوال، لكن أنا يعني أقول بأن المشكلة هي مشكلة أنه الحل لا يأتي من الدين، لأن الدين هو سبب المشكلة. الدين يعني هو يعني فكيف يكون هو الحل؟ فهو بالضبط يعني مثل ما يعني هو يعني انت ما اعرف يعني واضحه المساله، لانه معظم هاي الحركات الدينيه هي حركات اسست خطابها التكفيري من 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 تراث معروف، فهذا التراث هو نفسه اللي التراث اللي قائمه اللي تقوم عليه الازهر وتقوم عليه الاخوان المسلمين، وحتى اي واحد اي متدين الان هو تراث معتمد على نفس التراث اللي يعتمد عليه داعش والاخوان المسلمين ويعتمد عليه جماعة ولاية الفقيه، فهو التراث نفسه مشترك بين الجميع، فهو نفسه اللي ولد الإرهاب. فبالتالي الحل الوحيد أنا برأيي أنه نعزل الدين عن الموضوع، أنه إصلاح ديني ما نحتاج إصلاح ديني، هاي كذبة وإشاعة للتسويف صار عمرها 200 سنة وشبعنا منها، يجب أن لا تنطلع علينا اللعبة مرة أخرى، ويجب أن نقول بأنه يا دين يا دين يا عم يا دين اطلع من الموضوع. اكو علم واكو ناس مختصين وعلماء، اكو نجي نسوي وزارات
هذا مو مسؤولية الدولة ولا الحكومة، هاي مسؤولية كل واحد من عندنا. علينا أن نعي بأنه الحل يقوم على الأفراد، لأننا مشكلتنا واحد يخاف من الثاني، مشكلتنا أنه ما نتحدث بصراحة، ومنساقين ضمن التيار العام اللي هو تيار تطبيلي وتزميري للسلطات الحاكمة ورجال الدين وهيمنتهم على المجتمعات. هؤلاء يجب أن نعرف سلطتهم نابعة من أدنى، نحن من نمنحهم السلطة، نحن من نتابعهم ونمشي خلفهم ونحضر خطبهم يوم الجمعة ونستمع إلى كلامهم. هؤلاء إحنا اللي إحنا يعني هم سلطتهم نابعة من أدنى. السلطة لو نفتهم معنى السلطة، السلطة مو عنف، السلطة ولا توجد داخل المتسلط أو الحاكم أو رجل الدين الذي نتبع نصائحه وتوجيهاته، لا، هؤلاء جميعا تقوم سلطتهم وسطوتهم من خلالنا، من خلال احترامنا لمكانتهم. الصحيح علينا من الآن فصاعدا على كل واحد من أدنى لا يمنح السلطة لمن يشاء، عليه أن يحاسب كل من يدعي السلطة أو يمتلك السلطة ويقول أنا في حل عن احترام هذه السلطات. كل واحد يستخدم طريقته ويقول بأنه أنا فكرة أنه أمنع السلطة لشخص واعتبر هذا الشخص مقدس ولا يقبل الجدل، هاي مسألة أصبحت الآن معيبة على الجميع، وأصبح الناس الآن من النضج والقدرة على فهم الواقع والعالم والأشياء والآخرين بطريقة أفضل. يعني ما عدنا بحاجة إلى هذا المقدس، الإضفاء المقدس على هذا الشخص أو ذاك لأنه من سلي العائلة الفلانية أو لأنه رجل يعني عنده كرامة، يعني هاي التسميات المعروفة. لا يوجد مقدس بعد الآن، على المقدس أن يعرف مكانه الخاص، سواء أن نحتفظ به في قلوبنا مع أنفسنا أو نحتفظ إلى مكان المقدس. علينا أن نعرف بأنه مسألة التربية والتعليم وإدارة شؤون البلدان الآن هي مسألة العلاقة بالعلم، العلاقة بالقراءة الصحيحة للواقع، القراءة المنطقية الواقعية التي لا تعترف بالغيب ولا الغيبيات، لأن شفنا نتائج هذا الأمر بعيوننا ودفعنا الجميع دفع ثمن كبير لهذه المسألة. يجب أن نعمل على أن كل إحنا يعني مهما كان الضغط الإعلامي والتعبوي اللي يوجه ضدنا، علينا أن نؤمن بحيادية الدولة. أنا ما جاي أتحدث عن إنه لا لازم علمانية ولازم ديمقراطية، لا، أنا أتحدث عن الأسس البسيطة اللي لازم كل إنسان يعتمد عليها، وهي أنه يرفع هالة القداسة عن الأشياء، يرفع هالة القداسة عن التاريخ عن الحاضر، ويعتبر مسألة دينية مسألة خاصة شخصية جدا ولا تتعلق حتى بأخوي وابني وبنتي. كل واحد حر بنفسه، ونبدأ هاي شوي شوي نغذيها، وإلى أن تصبح عادة يعني طبيعية عندنا. ولا بد أن نعرف أن الدين ما يصنع التجديد، الدين لا يتجدد، الدين هو ثابت، هو يقول أنا ثابت، لا أريد أن أتغير ولا أستطيع أن أتغير، لأن أتغير راح أصير دين ثاني. فإذن هذا الدين اللي عندنا يجب أن نروضه ونضعه داخل أنفسنا، كل واحد من عندنا، ونعترف بوجود الآخرين واختلافاتهم وتنوعهم. الدين الموجود الآن ما له علاقة بالدين، حتى الاسم غلط، يعني هذا مو دين، هذا يعني أصبح ديكتاتورية، أصبح عقيدة وأصبح أيديولوجيا، يعني حال البعث وحال الشيوعية وحال هاي التنظيمات الأيديولوجية العقائدية. هذا مو دين الموجود، علينا أن نعي هاي المسألة بدقة. يعني ما يعني هذه المشكلة الخطيرة اللي ما جايين نستوعبها، نحن ننساق وراء يعني قطيع العادات والتقاليد
والتوجيه المعنوي والسياسي يعني هذه فكرة. ولا نخشى، علينا أن نخشى، قلت علينا لا أن نخشى التغيير، وعلينا أن نتقبل الاختلافات والتعدديات، تعدديات الآراء، التعددية في التفكير، في الإيمان، في الاعتقاد، في التعددية في التفكير، في طرق التفكير، في طرح الآراء وهكذا. فعلينا أن نكف عن فكرة الخروج عن الخوف أو التخوف والخشية من الخروج على ما يسمى إجماع والأمة. الحقيقة لم تعد واحدة، الحقيقة متعددة، ولا يصح أن الحقيقة الدينية تفرض نفسها على الجميع. يعني هاي الحقيقة الدينية الموجودة ما لها علاقة بالرحمة، لها علاقة بالطغيان. وعلينا أن نفهم بأن علينا أن نبتكر علاقة جديدة بيننا وبين الأشياء، بيننا وبين العالم. علينا أن نتحاور مع الآخرين، نتقبل وجود الآخر. النص ثابت كما نعرف، لا يمكن تغييره، هو ثابت. يعني أفضل ما نقدر نسويه ونأوله ونفسره، لكن أفسره وين؟ في منطقته. علينا أن نحجم أو نحجب دور النص في الدخول في مسائل الحياة. هو أصلا ما مهيئ لهذه المسألة، به عدة أحكام قليلة، وهذه كلها ممكن معالجتها. حتى الدين نفسه ممكن يتغير بألف طريقة. كل احنا شفنا كانوا يحرمون ظهور الخلفاء بالمسلسلات والأفلام، وبلحظة واحدة ناس عشرات السنين كتبوا كتب ومؤلفات على تحريم هاي المسألة، بلحظة قرار سياسي انتهى الموضوع، والآن كل احنا طبيعية المسألة. إذا علينا أن لا نكف عن أن نكون جزء من قطيع الديني، وأن نمتلك ذاتنا وشخصيتنا وحضورنا. إصلاح الدين كلمة مزيفة، هو بالحقيقة أقصى شيء، أقصى أنواع الإصلاح في الدين هو تدين الحياة والعالم، وهو هذا سبب دمارنا. إصلاح الدين أقصى ما يفعله هو أن يدين أو يجعل الجميع متدينين، ويجعل الحياة متدينة. يعني هذا يمكن، لا يمكن أن تتدين الحياة. يعني تدين الحياة هو تثبيتها و إضافة مزيد من التكلس عليها ومنع أي تغيير. الدين ثابت، والرب ثابت، والإله ثابت، وكل شيء ثابت، لكن الحياة متغيرة والعالم متغير، إحنا متغيرين. الدين ثابت إلى مكانه الثابت، وهو في المعبد، في الجامع، في الكنيسة، في قلوبنا كأفراد، وخلاص انتهى الموضوع. فعلينا أن نكف عن هذه إطلاق هذه الصرخات في وادي سحيق اسم الدين والتدين وإصلاح الدين. فأتمنى أن يعني نصل إلى فكرة من هذا النوع. وأدي كلمة أخيرة أقول أنه دائما يعني علينا أن نقتنع بأن التغيير يأتي صحيح من فوق، وممكن خلال جيل واحد يتغير المجتمع بأكمله، لكن الآن علينا أن نبدأ من أنفسنا. كل واحد من عندنا أن يبدأ بنفسه ويحاول يغير، ويتقبل وجود شخص مفطر مثلا بالله، على أن لا ينساق وراء هاي الدعوة. لأن أنت عندما ترفض وجود نوع من هذا الناس، واحد هو مفطر مثلا، ما صحيح، خليه شو يسوي له يعني. فمو من حقك تدخل، او وحده ملابسه مثلا حجاب، او لابسه حجاب، تشري شو شغلك يعني. فهذه الاشياء بعد نكف عن هذا التدخل بالتفاصيل، يعني ماكو داعي بعد. شكرا جزيلا، واتمنى اسمع اراءكم. مع السلامه.